حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي أودى بحياة 15 شخصا جلهم من رجال الأمن نقل المواجهة بين السلطات المؤقتة في مصر وجماعة الإخوان المسلمين إلى مرحلة تكسير العظام، بعدما أعلنت الحكومة جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا وما يستتبع ذلك من إمكانية مقاضاة كل من يروج للجماعة قولا أو فعلا. بعض المواطنين في الشارع رحب بالقرار. قرار سليم 100%، وده يعني من يعني قرار سليم عشان خاطر الحاجات اللي احنا شفناها بتحصل في البلد. حرام كل يوم يعني بنشوف عساكر بتستشهد، ناس راح شغلها بتضر، تفجيرات بتحصل في البلد كل شوية، البلد مش متحركة بالطريقة دي. لكن الجماعة التي نفت مسؤوليتها عن حادث الدقهلية وحوادث العنف ضد رجال الأمن والتي تفاقمت بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري السابق محمد مرسي أعلنت على لسان عدد من قياديها الاستمرار في التظاهر.